عزيزي عزيزتي وحبيبي حبيباتي، مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة. اليوم الدرس الثاني ديال الامبروفيزاسيون سور لو بيانو، يعني نامبروفيزيو في البيانو. كيف ما قلت لكم الحلقة اللي فاتت، ما خصناش ولا بدا نامبروفيزيو غير في الجاز، نقدروا نامبروفيزيو في البوب، نقدروا نامبروفيزيو سول روك سلو، اي اغنية نقدروا نامبروفيزيو فيها. اليوم غادي نوريكم لامبروفيزاسيون منين جا وكيفاش جا وعلاش جا، كيفاش كان وكيفاش غادي يولي، يعني من البلوز انتقل للجاز. دونك يلا تامبروفيزيو معانا التيتسويت. الامبروفيزاسيون ديال اليوم كيف ما كتعرفوا غادي نبداوها بالبنتاتونيك، يعني لا غام ديال بنتاتونيك. مثلا ناخذ الدو، بنتاتونيك ديالها هي دو مي سول لا اي دو. نقدروا نامبروفيزيو في لا غام بنتاتونيك. اوكي، كاين لا غام بلوزيك كيف ما قلنا، البلوز باش بدا لو جاز. الوغ لا غام ديال البلوز نقدروا نامبروفيزيو على الطريقه دو، كنزيدوا عليها ستيام يا سي بيمول دو سات. لا غام ديال دو سات في البلوز، دونك عندنا دو غي مي بيمول مي سول لا اي دو، ونقدروا نرجعوا بها. إذا لعبناها بالريتم 1 2 3 4، اوكي دابا غادي نلعبو الدوزيام غام ديال البلوز اللي فيها دو مي بيمول ديريكت فا فا دياز سول سي بيمول اي دو، وكنرجعو بها. لاحظوا معايا لي دواتي، ديما هاد الجوج هما اللي كيخدمو بزاف. دونك سمعوا معايا الفرق بيناتهم، غندير الاولى اللي درتيكم وغندير الثانيه موراها. الثانيه اوكي دابا غادي نمشيو لي سويت اكور لي هما ثلاثه ديال البلوز، فيها دو ساتيام فا ساتيام، ابخي كنرجعو دو ساتيام، كنمشيو الفا وكنمشيو الدو، ابخي كنمشيو سول سات فا سات
ايدو سات. اوكي دونك هاد لابروفيزاسيون نقدروا نديروها حتى في الفا. نقدروا نديروها حتى في الصول. غادي ندير تيمبو في 78 وغادي نمشيو ثقيل 1 2 3 et 4. دونك كتلعبوا ليبر غير هو ما تنساوش لي زاكور اللي كيكونوا في اليد اليسريه. اوكي دابا غادي نوريكم دي سلايد. سلايد هما زليغات فاش كتشوفوا لي كنلعب هادو هادو كيتسموا زليغ ولا زليغا ولا كيف ما بغيتوا تقولوا ليها. دونك هاد زليغات كيكونوا ديما في لامبروفيزاسيون. لاحظوا معايا اما كنطلعوا بها ولا كنهبطوا بها. دونك كنهبطوا بها بحال هكدا ولا كيما كتلاحظوا معايا تقدروا ديروا لها او لا ديروا لها بهاد الصبع هذا. هادي مهمة جدا. دابا غادي نوريكم لو سكري ديال الجاز. اشنو هو لو سكري ديال الجاز؟ وهو ديما كنعولو على هاد اليد اليسرية. كيف ما غنعطيكم واحد المعلومة مهمة جدا جدا، لي بيانيست فاش كيبغيو امبروفيزيو في الجاز كيعولو ديما على اليسرية، يعني اليسرية هي اللي كتفرش ليهم لاكور، عاد هما كيلعبو لا جام اللي هو في اليسريه ديالو كتعطيه لي زارموني، وهذوك لي زارموني هما اللي كيدوز عليهم. الا لاحظتوا معايا في الجازمان لي كونسيرت على الجازمان او لي زالبوم كتلقاهم كيلعبوا ديما تريو، يعني بيانيست باسيست وباتور. علاش؟ حيت ديما البيانيست كيبغي يلعب لي زاكور اللي بغا هو ويلعب معاهم لي ميلودي. إذا زاد عليه جيتاريست كي الجيتاريست خصو ولا بدا يريبيتي معاه ما يقدرش يريبيتي معاه لي زاكور لي بوزيسيون اللي كيديرهم ولي زاكور اللي كيدير تريزيام ولا نافيام، حيت هو وراسو. تقدر ترشق لي يلعب نافيام، تقدر ترشق لي يلعب تريزيام، أي حاجة باش هو كي يلعب كيفرش لراسو وكي امبروفيزي. سينو إذا تلقى الجيتاريست مع البيانيست هو غادي يدير نافيام والجيتاريست غادي يدير اكور عادي ولا يدير تريزيام، ما غاديش يخرجوا ليه لي ميلودي ولا لي زامبروفيزاسيون كيما بغا هو. هادي معلومه مهمه جدا. دونك البيانيست فاش كيلعب بوحدو كيبدا يزيد في لي زاكور، وكما كنقولوا لهم ذا فويسين لي زاكور كيكونوا شي شويه قباح باش هو كيلعب عليهم. انا نعطيكم مثال بواحد لي زاكور اللي غادي يكونوا هما بساط بزاف. مثلا درنا حنا دابا الدو ساتيام والفا ساتيام ودو سات، ابخي مشينا الفا وبقينا في الفا ومشينا للدو
اوتو عاد صلصات اصفا اوتو ساتيام. دونك هنا لاحظتوا معايا تروا زاكور، انا غادي نزيد فيهم واحد لي زاكور اللي رزقوا لي انايا، وغادي تشوفوا لامبروفيزاسيون كي غادي تطلع. مثلا غادي ندير دو والفا والفا، غادي نرجع للدو هنا ما درت والو، ما زدت يعني والو، غادي نمشي الفا زدت على الفا دياز ولات، وغادي نمشي للدو سادس. ابخي غادي نهرس باللا ساتيام والري سادس باش نمشي للصول. الوغ لاحظوا معايا هاد هاد السويت اكور، ما لاحظتوا معايا هنايا فاش زدت مشيت الفا وزدت على الفا دياز. ابخي مشيت لا، ابخي مشيت للريسات باش نمشيو الصول. الو غادي نعاودها لكم، القضية سهلة. مي بيان سور القضية سهلة، خاص ولا بدا تريبيتي كل نهار، كيف ما كنقولوا بنقطة نقطة كيحمى الواد. يعني النهار الأول فاش كتبغي تمشي الدرب الحدة ماشي الغد اللي كتفيق وكتلقى عندك دي ميوسكل فحالي أنايا، هي بحال الموسيقى، ما حتى كتولي كتلعب بزاف وكتريبيتي بزاف كيولي عندك بزاف تاع التقنيات كتولي تلعبهم، كتكتشف بزاف الحوايج، يعني كتولي خطير. عزيزي عزيزاتي حبيبي حبيباتي، كنتمنى تكونوا استفدتوا معنا في هذه الحلقه، وبيان سور ما تنساوش تدعمونا بواحد اللايك اي سبسكرايب، وتخليوا لي شي تعاليق ديالكم، وبيان سور كنتمنى نشوفكم في الحلقه الجايه.